السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مهندس حسام من قناة حسام ميرة للرياضيات. بإذن الله موعدنا النهاردة في حل الاختبار التراكمي القصير رقم 2 حتى الدرس الثاني من فرع الجبر لطلاب الصف الأول الثانوي دفعة 2025 اللي هو حتى درس تحديد نوع جذري المعادلة. بفضل الله خلصنا الإخطار والمقالي، يعني هنحل دلوقتي الاختبار. كده خلي بالك احنا خلصنا درسين جبر، درس هندسة، درس حساب مثلثات بإذن الله، وقلنا الحصة اللي جاية هتكون إن شاء الله حساب مثلثات، الدرس الثاني القياس الستيني والدائري. لو انت اول مره شفتنا ما تنساش اشترك في القناه وتفعل زرار الجرس وتضغط لايك وتشير الفيديو عشان يوصل لاكبر عدد ممكن من الناس. تعالى نسمي بسم الله وخليني ابتدي. السؤال الاول بيقول لي اذا كان جذر المعادله دي متساويين فان قيمه الجي، جذرين متساويين يبقى المميز ب تربيع ناقص الاربعه الف ج بيساوي صفر. حلو قوي، تعالى نشوف رقم واحد. الالف اللي هو معامل السين تربيع باربعه، الباء اللي هي معامل السين بسالب 12، الجيم اللي هي الحد المطلق اسمها ج. يبقى المميز ب تربيع ناقص الأربعة ألف ج بيساوي صفر، يعني سالب 12 تربيع ناقص 4 في الألف بأربعة في الجيم اللي هي اسمها ج بيساوي صفر، سالب 12 تربيع ب 144 ناقص 4 في 4 ب 16 ج بيساوي صفر. ودي دي، يبقى إذا ال 16 ج بتساوي 144، اقسمها على ال 16 وهنا على 16، ده هتروح، يبقى اذا الجيم بتساوي 144 على 16. نحسبها سريعا، 144 على 16 تطلع معايا ب 9، يبقى اذا قيمه الجيم بكام؟ ب 9. يبقى قيمه الجيم هنا يا باشمهندس بتساوي 9 اللي هو الاختيار ايه؟ الاختيار ج. رقم 2، اذا كان س بيساوي سالب 1 واحد جذري المعادله، طالما احد جذري المعادله ينفع اعوض ب دي س تربيع، يعني سالب 1 تربيع ناقص ادي ألف مضروب في السين اللي هي سالب 1 ناقص 2 بيساوي صفر. سالب 1 تربيع بواحد، سالب ألف في سالب 1 بموجب ألف ناقص الاتنين بيساوي صفر، ادي ألف وواحد ناقص 2 يبقى سالب 1 بيساوي صفر. ودي دي، يبقى إذا قيمة الألف بكام؟ بواحد. يبقى اللي أنا بدور عليه إن قيمة الألف ده بيساوي 1، ويبقى بالنسبة لي الاختيار أ هو الاختيار إيه؟ الصح. تلاتة بيقول لي إذا كان أ بواحد زائد جذر 2 ت والباء بواحد ناقص جذر 2 ت فإن أ في ب. خلي بالك دي من الدرس اللي فات، مع دي ميزة الاختبارات التراكمية، بتفكرك بالقديم على طول. الألف اللي هو واحد زائد جذر 2 ت ده الألف، مضروب في الباء اللي هي واحد ناقص جذر 2 ت، وادي الباء. دول عددين مركبين مترافقين، بعمل ايه؟ الناتج سريعا. باخد الرقم ده اللي هو المعامل الحقيقي بربعه يبقى ده واحد تربيع، وباخد اللي قبل الت اربعها اللي هي جذر 2 ايه؟ تربيع بس. فواحد تربيع بواحد زائد جذر 2 تربيع باتنين يبقى واحد زائد 2 بتلاته، يبقى ا زائد ب بيساوي كام؟ بيساوي 3 اللي هو الاختيار ده. السؤال 4 بيقول لي إذا كان جذر المعادلة دول حقيقيين مختلفين، يعني المميز ب تربيع ناقص الأربعة ألف ج أكبر من الصفر، فبيقول لي الكاف تنتمي لإيه؟ طيب الألف هنا اللي هو معامل السين تربيع بواحد، الباء اللي هي معامل السين بسالب 6، الجيم اللي هي الحد المطلق بكاف. يبقى أنا بالنسبة لي ب تربيع ناقص الأربعة ألف ج عايزها أكبر من الصفر، يعني سالب 6 تربيع ناقص 4 في الألف بواحد في الجيم اللي هي كاف أكبر من الصفر. يعني أنا 36 ناقص الأربعة كاف أكبر من الصفر. لو أديت دي كده يبقى 36 أكبر من أربعة كاف، على الأربعة على الأربعة دي هتروح، 36 على الأربعة فيها التسعة، يبقى التسعة أكبر من الكاف اللي هي كاف أقل من التسعة. كاف أقل من التسعة يبقى الكاف بتنتمي من سالب ما لا نهاية لحد التسعة والتسعة مفتوحة. يبقى من سالب ما لا نهاية لحد التسعة والتسعة مفتوحة اللي هو الاختيار ايه؟ الاختيار الف. السؤال رقم 5 بيقول لي اذا كان جذر المعادله دي مركبين مترافقين فاي مما ياتي صحيح؟ عشان الجذرين يبقوا مركبين مترافقين بيبقى المميز اقل من او يساوي الصفر. مش فاهمها، هفهمها لك دلوقتي. بص معايا، هما لو مركبين هيبقى مثلا واحد زائد جذر ت وواحد ناقص جذر ت، صح؟ حلو. طب افرض ليه احنا خدنا اللي يساوي؟ لان اللي يساوي الجذرين بيبقوا حقيقيين متساويين. يا باشمهندس انت بتقول حقيقيين، ما خلي بالك لو الجذر الاول مثلا سالب 5 والثاني سالب 5، ما السالب 5 مرافقها سالب 5. وصلت؟ ما ده بالنسبه لي ان هم مركبين مترافقين.
فانا بالنسبه لي مركبين تنفع ومترافقين تنفع اللي هم دول، لان دول بالنسبه لي السالب 5 والسالب 5 برضو من ضمن الاعداد المركبه اللي الجزء التخيلي فيها بتاعها بصفر. خلي بالك دي مهمه قوي، اتاكد بس من المعاملات، معامل السين تربيع اسمه الف، ومعامل السين اسمه باء، الحد المطلق اسمه جيم، فكده كله زي الفل معاك. يبقى لازم يا باشمهندس ان المميز ب تربيع ناقص الاربعه الف جيم مركبين اقل من ومترافقين دي محطه الاساوي اقل من او يساوي الصفر، ودي مهمه قوي. يبقى ب تربيع ناقص الاربعه الف جيم اقل من او يساوي الصفر، اللي هو الاختيار ايه؟ الاختيار ده. طيب السؤال رقم 6 بيقول لي 2 زائد 2 ت الكل اس 20، ودي شرحناها في الاخطر بالتفصيل، ركز معايا. دي هتبقى عباره عن ايه؟ هاخد الاثنين عامل مشترك، بس الاثنين اخدها بنفس الاس اللي هو 20، ويفضل لي 1 زائد ت اس 20. طيب يبقى دي الناتج بتاعها، ادي الاثنين اس 20، وقلنا 1 زائد ت الناتج بتاعها بيبقى 2 ت اس نص الاس نص ال 20 اللي هو كام؟ اللي هو 10. يبقى دي عباره عن 2 اس 20 في الاثنين هتاخد الاس، يبقى دي 2 اس 10 في الت هتاخد الاس، يبقى ت اس 10، دي 2 ودي 2 بنزل ال 2 وعند الضرب اجمع الاسس 20 و10 يبقى 30. ت اس 10 هقسم الاس اللي هو 10 على 4 تطلع معايا 2 ونص، طالما العدد ونص يبقى في سالب 1، يبقى الناتج بسالب 1، يبقى ده عباره عن سالب 2 اس 30. سالب 2 اس 30 اللي هو الاختيار ده، وده سؤال مميز جدا يا باشمهندس. قلنا الاختبارات التراكميه فيها حاجات جميله جدا جدا. السؤال الثاني، اثبت ان جذري المعادله دول غير حقيقيين. غير حقيقيين يعني ايه؟ يعني مركبين، يعني المميز ب تربيع ناقص ال 4 ا ج اقل من الصفر. ثم اوجد مجموعه حل المعادله في ك. حاضر. الالف اللي هو معامل السين تربيع بكام؟ ب 3. الباء اللي هي معامل السين بسالب 4. الجيم الحد المطلق ب 5. يبقى المميز ب تربيع ناقص ال 4 ا ج بيساوي سالب 4 تربيع ناقص 4 في الألف ب 3 في الجيم ب 5. سالب 4 تربيع ب 16 ناقص 4 في 3 ب 12، 12 في 5 ب 60، يعني سالب 44، وده عدد أقل من الصفر، يبقى إذن الجذرين مركبان غير حقيقيان، وشكرا يا باشمهندس. طيب بعد كده إحنا ما خلصناش، هو عايز إيه؟ هو عايز مني مجموعة حل المعادلة في كام؟ خلاص. ادي س بيساوي سالب ب موجب او سالب جذر المميز على 2 الف، سالب ب يبقى موجب 4 موجب او سالب، جذر المميز اللي هو الجذر سالب 44 على 2 الف، يعني 2 في 3 بكام؟ ب 6. ركز بقى معايا، ادي الاربعه وادي الموجب والسالب، والسالب بيطلع من تحت الجذر ب ت، ال 44 ده اهي 4 في 11، الأربعة هتطلع من تحت الجذر باتنين ويفضل لك جذر 11. يبقى دي عبارة عن موجب أو سالب 2 جذر 11 ت، الكلام ده على كام؟ على 6. يبقى الجذر الأول، على فكرة ممكن أبسطها كمان، إزاي؟ ركز معايا. لو أنا خدت من البسط 2 عامل مشترك فيفضل 2 موجب أو سالب جذر 11 ت، الكلام ده على 6، على 2 فيها الواحدة، على 2 فيها الثلاثة. يبقى دي عبارة عن 2 على 3 موجب او سالب، وزع البسط على المقام، جذر 11 على 3 ت. خلاص؟ حلو قوي. يعني يا باشمهندس مجموعه الحل 2 على 3 زائد جذر 11 على 3 ت، و2 على 3 ناقص جذر 11 على 3 ت. هم دي كده مجموعه الحل بتاعتي في ك. ب بيقول لي اوجد قيم ك التي تجعل المعادله دي جذرين مركبين غير حقيقيين، يعني المميز ب تربيع ناقص الاربعه الف ج اقل من الصفر، الالف اللي هو معامل السين تربيع بكاف، الباء اللي هي معامل السين بسالب اربعه، الجيم اللي هي الحد المطلق باربعه. فانا عايز دلوقتي ال ب تربيع ناقص الاربعه الف ج اقل من الصفر، يعني سالب اربعه تربيع ناقص اربعه 4 في الألف اللي هي كاف في الجيم اللي هي 4 أقل من الصفر، سالب 4 تربيع ب 16 ناقص 4 في 4 ب 16، 16 كاف أقل من الصفر، هنودي دي هنا، يبقى ال 16 أقل من 16 كاف، هقسم هنا على ال 16 وهنا على ال 16، مع السلامة، 16 على 16 فيها الواحد أقل من الكاف،
الواحد اقل من الكاف، هي الكاف اكبر من الواحد. خلاص، فالكاف اكبر من الواحد يعني من الواحد مفتوح لحد الموجب ما لا نهايه. يعني اقول له الكاف بتنتهي للفتره دي يا باشمهندس. خلاص، ده كده يا باشمهندس اخر سؤال معانا بفضل الله. يبقى احنا كده خلصنا الاختبار بتاعنا وكله زي الفل ان شاء الله. تمام كده بفضل الله يا باشمهندس. زي ما قلت لك خلصنا درسين جبر طبعا، غير درس المتطلبات القبليه خلصناه برضه، وخلصنا درس حساب مثلثات ودرس هندسه. ان شاء الله الحصه اللي جايه الدرس الثاني حساب مثلثات. كده وصلنا لاخر حصه النهارده. اتمنى ان اكون ايدي تفيدك، اتمنى اكون وصلت لك المعلومه بطريقه سهله وبسيطه. يا ريت لو استفدت تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتضغط لايك، شير الفيديو عشان يوصل لاكبر عدد ممكن من الناس. اشوفك على خير في الفيديو الجاي. كان معاك مهندس حسام من قناه حسام رياضيات، شكرا جدا.